للأسف حد بلغني إن عبد الرحيم محمد لاعب نادي الزمالك منتخب مصر مات وفاة بالسكتة المناهي. القلبية بعد المباراة. الله يرحمه. وواحد برضو من اسكندرية كلمني اسمه الحاج خلف النمر، قال لي في 6 7 حالات إغماء أغمى عليهم في العجمة في اسكندرية قدامه. يعني الناس، وانا نزلت في الشارع وانا جاي على الاستوديو، حالة وجوم وصمت وذهول في الشارع. ومحمد صلاح الله يبارك له اللي اسعدنا وفرحنا وحديث العالم، يا صلاح بعد ما جبت الجون جات لك الجون الثاني اسهل من الاولاني، وتريزيجيه كورتين كان ممكن يبقى يحرزوا بيهم 4-0 أهداف. حتى 2-0 كانت الدنيا اتقلبت، كنا نسينا روسيا ونسينا أورجواي ونسينا كل ده. روسيا اللي غلبت السعودية 5-0، أورجواي غلبتها 3-0 بالراحة، يعني بتلعب بالاحتياطي وغلبت روسيا 3-0. من أول ما رحنا سوزي، من أول ال5 مباريات الودية الإعداد للكأس العالم، كانت الصورة بين مهزوزة وسيئة وسودة ضلمة. المباراة الأولانية صلاح لعب فيها ضد البرتغال وكنا كسبانين 1-0 بالجول بتاع محمد صلاح، وفي دقيقة واحدة في الدقيقة 91 برضه البرتغال رونالدو جاب جولين طلعنا مغلوبين. بعدها صلاح أصيب من المجرم سيرخيو راموس بتاع ريال مدريد، وتأثر طبعا بالإصابة وفضل بعيد حوالي شهر ويعني ومدة، لغاية ما لعبش حتى مباراة أوروجواي، لعب مباراة روسيا بتحفظ وحذر شديد جدا. ومع هذا اتحسب لنا ضربة جزاء، وبعديها بدقيقتين كورة أخطر من اللي قبلها من اللي قبلها وتتحسب، مش لم يعترض حد منا ولا نطلب الفيديو للرجوع أبدا، ومشيها الحكم. نحن مع الحكام المرتشين، بقول المرتشين لأن سنة 99 في كأس العالم قارات كنا بنلعب السعودية في المكسيك، وكان حكم من باراجواي طرد 3 لعيبة من مصر، حازم إمام وعبد الستار صبري وسمير كمونة، ولعبنا ساعة ب8 لعيبة واتغلبنا 5. ماتش روسيا حكم ضربة جزاء أعمى أعمى يحسبها ما حسبهاش. النهاردة ضربة جزاء الأولانية يعني تحسب أو لا تحسب على أحمد فتحي، وأحمد فتحي ده طبعا ليه كلام معه بلدياتنا، أنت على فكرة بنهاوي وأنا بنهاوي وأحمد فتحي بنهاوي زينا، احتسبت. عصام الحضري الله يبارك له الله يبارك له صدها، وبحديث الدنيا.